ولما كان الله تعالى دائم التجلي على خلقه في كل نفس، فهناك آداب مرعية مع التجليات الإلهية. شوف الإنسان شارك كل المخلوقات في الظهور بالتجليات، ولكن هناك تجليات انفرد بها الإنسان والإنسان فقط. ليه انفرد بها الإنسان؟ لأن الله تبارك وتعالى أعطاه القوة على تحمل هذه التجليات، وكل هذه المخلوقات لا تستطيع أن تتحمل قطرة من هذه التجليات. فربنا سبحانه وتعالى اختص الإنسان بتحمل تجليات الحب والرضا والأدب. الحب يحبهم وإيه؟ ما قالش كده للملائكة رضي الله عنهم وإيه؟ ما قالش كده للملائكة. محدش يقدر، هم ممكن يخافوا منه إنما يحبوا لا. فلو أن قطرة من حب العارفين نزلت على السماوات والأرض لذابتا، ولو كانت السماوات والأرض تتحمل هذا الحب لربنا ادهولا. لو أنزلنا هذا القرآن إيه؟ لرأيته إيه؟ وإحنا عندنا الأولاد الصغيرين بتحفظه، تحفظه ده بس، إنما الولد الصغير ربنا قواه اداله القوة عشان يتحمل هذه التجليات، عشان انت بني آدم مش كده ولا ايه؟ والقرآن خرج من مشكات الايه؟ الحب. القرآن خرج من مشكات الايه؟ الحب، مش من مشكات الخوف. لا، هو ربنا ادى لسيدنا محمد عشان بيخاف منه ولا عشان سيدنا؟ لا، عشان بيحبه، يبقى خرج من مشكات الايه؟ الحب لهذا العالم كله. كمان يقول له يعني قول للناس وما ارسلناك الا رحمه للايه؟ لان هذا الانسان اعطاه الله تبارك وتعالى قوه نفخته، قوه ايه؟ نفخ فيه من ايه؟ من روحه. وقال كنت سمعه وكنت بصره وكنت يده وكنت، ما قالش كده لاي حد، ما قالش كده للملائكه. لا، اللي يستطيع ان يبقى ربنا سمعه وبصره ايه القوه ديت؟ ايه القوه دي؟ الانسان اقوى مخلوق ربنا خلقه واكرم مخلوق على الله هو الانسان. ولقد كرمنا بني ادم، حتى قال الله له للانسان يعني بك اتكلم. يعني احنا ما بنسمعش ربنا بيتكلم، لا، لما حب ربنا يتكلم نزل على سيدنا محمد القرآن. يبقى تكلم بمين؟ بواسطة مين؟ يا سلام، قال له بك أتكلم وبك آخذ وبك أعطي وبك أبسط وبك إيه؟ أقبض. أنت مرآتي وبيتي ومستقر علمي، لولاك ما علمت ولا عبدت ولا شكرت ولا كفرت. من رآك رآني، ومن عظمك عظمني، من وجدك وجدني، ومن فقدك فقدني، ومن أحبك أحبني. زمان لا يظهر فيه عارف، زمان كله ظلام. يا سلام، ولا يخلو الزمان من عارف، ولكن لما فسد الزمان آثار الخفاء. يعني العارفون كثر وهم يظهرون في، كانوا زمان على، كانوا ظاهرين في الأزمنة الكويسة الحلوة، كل ما الأزمنة تزداد ظلام هم يؤثروا الايه؟ الخفاء. فليس كل من سلك وصل، وليس كل من وصل أوصل. في كل عصر واحد يسمو به،
وأنا لباقي العصر ذاك الواحد. الله. يا سلام. في كل عصر واحد يسمو به، وأنا لباقي العصر ذاك الواحد.